مهندس حكمة حسو مدير سدود الفرات، وعم نشرف على أعمال تشغيل وصيانة مجموعات التوليد بمحطات الفرات الكهربائية، بسد روجافا لتشرين سابقا وسد الفرات وسد آزادي. محطة سد الفرات كانت تمد الشبكة السورية بالطاقة الكهربائية في سنوات الثمانينات والتسعينات بنسب عالية. عصابات داعش الإجرامية طبيعة الحال عملوا تخريب كتير كبير، تخريب ممنهج متعمد لكل لوحات ودارات القيادة والتحكم. بصالة الآلات كمان اجوا فجروا لنا كافة المجموعات الجزء العلوي من المجموعة اللي هي بمولد التنظيم. كمان خربوا وحرقوا لوحات التحريض ولوحات التحكم الآلي. بعد تحرير السد بالشهر الخامس، نهاية الشهر الخامس لسنة 2017، بجهود المهندسين والفنيين اللي كانوا متحمسين جدا، فعلا تم إنجاز عمل جبار. تم اختيار مجموعة وتم فك قطع من المجموعات الثمان الأخرى وتركيبها بالمجموعة، وهي بتحديدا المجموعة رقم 3. هالشكل صارت المجموعة تأمن تغذية ذاتية محلية للمحطة، بالإضافة صار في إمكانية لتغذية مضخات مياه الشرب ومد مياه الشرب لمدينة الطبقة. كمان صار في تغذية للخدمات، لجزء من الخدمات. والشباب الفنيين والمهندسين بمساعدة الإدارة الذاتية اللي أمنت المواد والتسهيلات والتجهيزات وقدمت كل التشجيع الممكن للكادر العامل، قدروا كمان يجهزوا المجموعة رقم 8 اللي شغالة حاليا. حاليا نحن عندنا مجموعتين عاملات وعم بيأمنوا تغذية محلية للمحطة ولمضخات مياه الشرب ومحطة التصفية، على أمل نقدر خلال شهر أو شهر ونص نأمن التغذية لمدينة الطبقة.